بالنسبة لنقطة أخرى هي ديال احتلال الملك العام، أنتم كترخصوا المحلات التجارية مقاهي وهذا، إذا بينا كنجيو كنشوفوا بأن بنادم كيجي كيضرب 6 متر 4 متر 3 متر القليل عنده 2 متر قدامه وما كاينش ليه، واش الجماعة ما تقدرش تخرج عاد تخلص من عندهم؟ حنا ما بقيناش باغيينهم يحرروا الملك العام، ولينا بغيناهم عاد يتخلصوا من عندهم على ذوك المتروات اللي زايدين. سي عبد السلام راه كما قلت لك راه ما يمكنش الرئيس بوحدو يدير هادشي كامل في المدينة، لأنه كما كتعرفوا كل نائب مشرف على قسم، هذا اختصاص قسم الجبايات. قسم الجبايات يا ما من مرة في اجتماعات المكتب احتجيت على هذا الوضع، جبت لهم صور لهذا الوضع، ولكن للأسف انتم تتعرفوا كاين الناس اللي حاولوا يأزموا العلاقة ديالي في قسم الجبايات، لأنه كما قلت لك السي عبد السلام أنا ماشي غادي نهرب لك الموضوع آخر، ولكن غنرجع معك ندوي معك في استغلال الملك العمومي. كما قلت لك السي عبد السلام الحرب اللي شنت عليا أنه ضرب عليا حصار من جميع الأقسام، ما ندخلش قسم التعمير، ما ندخلش لقسم الجبايات، ما ندخلش لقسم الممتلكات، وإذا هاد الناس راه شي نهار غيهزوا لي الساك ديالي وغيحطوني في الحدود، غيقول لي يا ودي ما بقيتيش خدام لينا. إلا كان هادشي غيكون على حساب مصلحة المدينة مرحبا، انا نمشي للحدود بلا ما تهزوني، والقانون واضح بالنسبه للعزل ديالي، القانون واضح بالنسبه للتفويض، كنقولها ما زالت لحدود اللحظه تقتيب في الرجل اللي كيدافع على الحق اللي هو رئيس المجلس، الى ان يثبت العكس، وان ثبت العكس فلدي كذلك اجابه اخرى. سي عبد السلام الملك العمومي جيت ما من مره الاجتماعات المكتب واحتجيت، ولكن انا قلتها لك السي عبد السلام في الاول، مني كنهضر على شي حاجه مصلحه المدينه ولا مصلحه جديده تيبخسوا العمل ديالي وكيكرموا وكيضخموا اعمال الاخوان ديالهم، رغم انها هي اعمال ما يمكنش حتى ماشي اخلاق، هذه غنقول لك اعمال سخيفه، رغم انها اعمال يوميه مفروضه عليهم يديروها. اما انا كمحمد شاون كنائب مشرف اليوم على القسم حاولت والحمد لله وتوفقت باش نحارب مجموعة ديال السلوكات اللي كانت في هذا القسم، باش نحارب مجموعة ديال السلوكات اللي كانت في المصلحة الرياضية، باش نحارب مجموعة ديال السلوكات المنح اللي كانت كتعطى الجمعيات وهمية هم بينها منح لجمعيات موالية إليهم وتعلن ولاء أهلهم، وحاربت مجموعة ديال السلوكات في القسم الثقافي. المسرح كانت الناس كتعمر لاجندا ديال المسرح وكتمشي تبيع المواعيد لجمعيات اخرى جايه من الدار البيضاء ومن الرباط، هادشي كله حاربته وهادشي كله مس مصالحهم وما حملوش ما قبلوش، لانه شيء طبيعي ملي كتوصل لهادشي المواطن تيخرج من عندك من البيرو تيشكر تيدعي، هما ما تيقبلوش هادشي. انا نقول لك السي عبد السلام انا مستعد معاهم اننا نديروا جلسه امام مسرح عفيفي في وسط المدينه ويحضروا لها كاع الجديدين وتكون محاكمه شعبيه حقيقيه، ويجيبوا الملفات اللي عندهم ونجيب ملفاتي، ويتكلموا هما كما يشاؤون ويعطيوا لي نص ساعه نتكلم وندوي مع الجديدين وسترون انا ذاك من وعد. نقدر بانك تصيفط ميساج من هنا لهذوك الناس كتقول لهم بانهم مستعد للمناظره يحضر فيها طرف من عندهم وتحضروا فيها انتم. مرحبا. كمل لي على الملك العام. الملك العام السي عبد السلام جيت ما من مره ونقز الاخ سحنون وتار فوجي واعتبرها انه راه تطول على الاختصاص. شوف يا اخي الفرق، السي راهني رخص قاعه اللي هي بدايه لقاء، السي سحنون تيقمعني في وجهي انني ما ناقش قسم الجبايات على اساس تطور الاختصاص، والقانون واضح، راه ماشي نائب هنا، راني نائب في البلديه كامله في مدينه كامله، نائب ديال الجديدين كاملين. هاد الناس ما فاهمينش القانون، هاد الناس تيخدموا بمنطق اللي جبتي واحد فينا نتحاماو عليك. نساو قول الله عز وجل، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، إلا كنت أنا على الحق غنغلبهم، إلا كانوا هما على الحق غيغلبوني غنحط صورت أنا ذاك وغنمشي، ولكن أنا لا غلبتهم ما غيقدروش يمشيو لأنهم هما حبهم الكرسي ما معروف عليهم وطنيا. السي عبد السلام سأكشف لك سرا أتحمله في مسؤوليتي، الأخ البار بحكم أنه مفوض قضائي تعرض للتهديد من مستوى عالي في وزارة العدل، هذه حقيقة كنقولها لك اليوم السي عبد السلام،
ولله الحمد أزيح وزيرهم من وزارة العدل، وكان غيكون الملجأ عندنا الوحيد هو جلالة الملك نصره الله، لأنه هو حامي هذه البلاد من مثل هذه السلوكات، ولأنه اليوم تبين شكون اللي كان غادي بالمغرب الهوية لولا تدخل جلالة الملك. هذا أمر آخر سي الشاون، غير السؤال اللي عطيتك ما عطيتينيش عليه جواب شافي، ألا وهو واش كاين شي تدابير اتخذتها الجماعة لأنه باش تبقى، لأن بلاتي سي الشاون لا بدا سمحتي التدبير اللي خصو يتاخذو قسم الجبايات، الموظفين مني تيخرجوا السي عبد السلام، واسمح لي السي عبد السلام غنقول لك من بين الحرب اللي طارت عليا هي الموظفين ديال قسم الجبايات مني تيخرجوا، انا تنعرف امور تنعرف حقائق وتنجيب هادشي مع المكتب وتيبقصوا بها. الموظفين مني تيخرجوا السي عبد السلام اش يخرج يدير؟ كيعبر هو اللي كيعبر التيندا. الموظفين مني تيخرجوا السي عبد السلام ما تيديروش اللازم، ماشي جلهم ماشي كلهم قول ماشي كلهم ما تيديروش اللازم. اللي خصو يوقع في احتلال الملف العمومي وفي تدبير هذا الملف هو تفعيل قرار الشرطه الاداريه وخروج الوجود باش الشرطه الاداريه اللي خصها هذا الاختصاص. سي شاون انا عطيتك سؤال وانت كتعطيني مقترحات، واش دارت الجماعه شي تدابير ولا لا؟ يا سي عبد السلام ما تخدات حتى شي تدابير في هذا الباب. النقطه الثانيه، واش الجماعه غادا تجلس تفرج؟ لانه الى عولات غير على السلطه ما غاداش تحيد هذوك الناس. راه الدليل انه البرنس ولا جيت سوق اللي القاسمي الامور رجعت اللي ما كانت عليه، ماشي بنفس الحده ولكن هي جايه بشويه. اذا الامور ما مرنا غنبقاو معولين غير على السلطه، اذا حتى الجماعه خصها تاخذ البادره، لان داكشي ديال الجماعه الملك ديال الجماعه كياكل في العصا والجماعه جالسه كتفرج. نحكي لك الحقيقه مره اخرى سي مسلم، هاد الناس انا كما قلتها معولين على الرئيس يدير كل شيء، معولين على الرئيس يدير اختصاصات ديال جميع الاقصى. وانت قلتي محاصرين؟ ايه فعلا معولين عليه في مجموعه ديال الملفات الكبرى هو اللي يدبرها، ولكن في ديك السياسه اللي تعتقدوا هي سياسه ديال استقبال المواطنين وكذا مضروب عليه الحصار في المكتب ديالو غد من اجل الحملات الانتخابيه. غدا ولا تغدا الاثنين المقبل ان شاء الله شوف واش كاين شي استقلالي غيدخل لبيرو الرئيس، في حين كتلفت كتلقى الاخرانيه يستقبلوا المواطنين يناقشوا ملفاتهم يعطي التعليمات الساده رؤساء الاقسام، علما انه ما عندوش حق يجي يتواجد في البلديه. السي عبد السلام هاد المساله اللي قلتي ديال تدبير الملك العمومي راه من اختصاص النائب المشرف على القسم، يخرج حتى هو يقفض ويخدم على برا كما درت انا. هما لا، مني كتبان لهم انت غادي مزيان تيديروا لك رجليهم باش ياكلوك، تيشوشوا على العمل ديالك، تيشوشوا على السمعة ديالك، محاولين باش تدخل في قطيعة مع الرئيس، وهادي اللي ما غيقدروش يقولها. نقطة أخرى السي شاون، دائما علاقة بالمجتمع وهذا، كنلاحظوا بأنه الأعمدة ديال النور القديمة. أعمدة الإنارة العمومية. ديال الإنارة العمومية هذيك القديمة، فيها اللي صدات، وفيها اللي قريبة تطيح، وفيها اللي طاحت وما تعوضتش، وفيها في حين ان هاد الناس بحال تقول ما كاينينش. في الاجتماع الاخير ديال المكتب شرت لهاد المساله ديال الاناره العموميه، وطلبت من الرئيس باش يوجد حل لهاد المساله، ووجه الكلام ديالو وعطى التعليمات ديالو للرئيس قسم التقني، يعني الموظف رئيس القسم ماشي النائب المشرف على القسم، رئيس القسم السي مصطفى مرزاق، على ود هاد المساله ديال الاناره العموميه. في حين تفاجات انه واحد نائب الحاج مقبولي خدا الكلمه وقال لك اودي العام زين والاناره العموميه مزيانه، ولعل دليل ذلك ترقع اللي درنا ديال الزفت، وراه اتصلوا بنا المواطنين وراه قالوا لنا المواطنين. جاوبتو رديت عليه امام الاجتماع المكتب، ها هما تاع الشهاده يزوروه، يقول لك اودي لا ما قالهاش. جاوبتو قلت له سي الحاج اتصلوا بيا ناس من الامن، وفعلا الاسبوع اللي فات الهواتف ديالي اتصلوا بيا ناس من الامن على مجموعه ديال الازقه ما تقدروش تدخلوا لهم، تفوت 9 ليل ما تقدرش تدخل لهم، ماشي انعدام الاناره العموميه، الاعمده الكهربائيه ما بقاش، رشات وتلاشات وطاحت. قلنا لهم اودي ديروا حل، ديروا دراسه من طرف الوكاله المستقله لتوزيع الماء والكهرباء في اطار المساعده، علاش غنخسروا فلوس حنا ما عندناش؟
والبلديه نتوما كتقولوا غرقه، كتقولوا واحنا. ديروا دراسه طلبوها من الوكاله وتعطيكم جرب ديال جميع الاعمده الكهربائيه، وانا ذاك تلونسى الصفقه، انا ذاك يتم الاعلان على الصفقه من اجل الاعمده جديده. اليوم اللي نخبركم هذا الاسبوع تم فتح الاضرفه الإنارة العمومية، الصفقة ديال الإنارة العمومية في مبلغ 290 مليون، ولكن 290 مليون ما كافياش للجديدة. اللهم العمش ولا العمى. سيفتم واحد القضية نقولها لك، ما خصناش نكونوا نآمنوا بمعدل. في مدينة جديدة وتطلعات جديدين خصنا نكونوا نآمنوا بعشرة على عشرة. للأسف مواطن جديدي بحكم هادشي اللي عاشوا هاد السنين هادي ولا كيقلب على خمسة على عشرة. سي شاون. ما تدوش عليه. لا. باش ما نكونوا فاهمين، ما تدوش عليه واحد المسألة. بالنسبة لهذا الشيء اللي كتشوفوه ديال الأشغال ديال الترقاع باش نكونوا واضحين، لأنه خرجات الناس، شوف فين وصلنا. خرجات الناس وبغات دير السياسة بالقدرون. هذا الشيء اللي وقع ديال الترقاع بالتدخل الشخصي للسيد الرئيس. السيد الرئيس طلب من أحد المستثمرين باش يعاون البلدية وعاونها ب 30 سنتيم، 30 مليون ديال السنتيم. هي اللي كتشوف هذه الاشغال، هذا تدخل شخصي للسيد الرئيس، يعني ما يحاول حتى واحد يركب عليه. زيدوش عليها. المهم قبل ما ندوز لنقطة أخرى، غير غادي نذكر بهذا بحكم هذا القضية اللي قلتي ديال هذه الأشغال اللي كتعرفها المدينة دابا ديال الترقيع ديال بعض الحفار وهذا، هي بادرة مزيانة في الحقيقة، مزيانة. غير هي واحد النقطة اللي بغينا نقولوا لهم ونذكروا القسم التقني باش أنه يحاول ما أمكن أنه يحث هذوك العمال اللي كيخدموا باش ما يخلوش دوك لي دودان كاع. لانه كيجي كيسد واحد الحفره وكيخليها عامره من الفوق، واش بحكم انه غيدوزوا الكاميوات يدكوها ولا اخره؟ لا، غير ينجر ملي سالا كاع كلشي وشافها كرمت يجي ينجر داك الشيء ويرجعها مقاده مع الارض، لان راه المطر كتاكل العصا والطوموبيلات كتاكل العصا. النقطه اللي غادي نضيفها سي شاون هي ديال السوق المركزي، المارشي سونترال، مارشي النصارى كما كيقولوا الجديديين. هذاك المارشي سونترال راني اكتشفت واحد النقطه، بعد اولا هذوك المحلات اللي الفوق حالتهم حاله من نهار عقلنا، يعني ملي خرج المستعمر الفرنسي وبداو كي بشويه بشويه كيرجعوا مراحيض. دابا نقصوا ولكن باقي شي بلايص فيهم خصهم اعاده النظر. المحيط ديال المارشي سونترال فيه واحد الحاويات ديال الازبال، دوك البراكس يعني دوك لي بوبيل ولا هذا اللي اصلا ما كيتغسلوش كما هو مدون في دفتر التحملات، وكيعمروا دغيا وكي ديبورديو وكيولي الارض كلها كحله حداهم، ونهار الاحد راه كارثه ما كاين ما نقول لك. غير الاشكاليه الخطيره الخطيره جدا، ربما واش عارفها ولا لا سي شاون، هي ان المارشي النصارى ما عندوش قناه للصرف الصحي. سي عبد السلام، بالنسبه للسوق المركزي هو معروف عليه عند الجديدين مارشي سونترال، هذيك الوضعيه الكارثيه اللي وصل لها تحز في الناس. وانا ما كان امنش بانني نشخص الجدي الواقع، كان من المفروض عليها نعطي حلول في المارشي. المارشي السنترال دارت واحد اللجنه مؤخرا ما تستدعيش فيها، اللي خرجت للزياره ديال السوق، خرجوا الاخوان ديال الممتلكات، يعني الاخوان كاملين ديال العداله. انا ما تستدعيتش، علما انه انا كنعقل على المارشي السنترال اكثر من اي واحد في هذيك اللجنه، كنعقل عليه حتى كيفاش كان. هذه وحده. ثاني شيء السي عبد السلام، المارشي السونترال راه ماشي غير مساله الواد الحار، حتى المشكل اللي اشرتي اليه الحاويات ديال الازبال. انا واحد الحد تقريبا هذه شي شهر جاي كنتغدى في المارشي ومعايا اصدقاء ديولي، ستاسيوني طوموبيلتي في الدوره ونزلت انا وياهم على رجلي، شفت الوضع اللي كان كارثي ديال الحاويات، واتصلت شخصيا بسي كريم مدير شركة النظافة وصيفط لي الشاحنة وخوات هذوك الحاويات، ولكن مجرد ما ساليت من الغداء عاودوا عمرو وعيطت له قلت له سي كريم ربعت الحاويات المارشي بهذا الشكل، اسمح لي راه باقي الوضع على ما هو عليه. ما مروحين. المشكلة أنه اليوم هذاك السوق تحولت حتى المعالم ديالو تغيرات، ومني كنقولوا تغيرات المعالم ديال مارشي سونترال راه غيرنا واحد الجزء كبير في الذاكرة ديال الجديدين. مارشي سونترال اللي شفتو الصوار اللي شفتو هذا راه كان سوق بواحد المعايير
كبيره وكبيره وكبيره جدا، كانت سوق معايير اوروبيه. لا داو علاش كيقولوا مارشي النصارى؟ اليوم انتم كتشوفوا في جلبوا الزبال وحشاك وحشا الناس، في الدور الدوره الاخرى صحاب المتشردين والمتسكعين وصحاب الكحول، كدور الدوره الاخرى الاكسيدات اللي وقع ديال السيارات، الانتشار ديال الكراسي وديال المقاعد وديال الطاولات، كتدخل للمارشي كتاسف في الوقت اللي كما كتعرفوا كي كان المارشي. سي الشاون، كما لا يخفى على احد الجانب الصحي حتى هو عنده علاقه بالجماعه، ولكن هنا ما غاديش نطرق لهذا الجانب الصحي كمستشفى، ماشي كمستشفى، لا 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 نعم، لا 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 ماشي صحيح، ماشي كاين واحد الترخيصات اللي كيترخص فيها المندوبيه ديال وزاره الصحه، وزاره النقل والجماعه، سيارات الاسعاف، تاكسيات الاسعاف كما كنسميهم انا. هاد سيارات الاسعاف اللي من المفروض خص يكون واحد دفتر تحملات، واش هذاك دفتر تحملات عندكم اطلاع عليه ولا لا؟ واش الجماعه ما كتفكرش في انها تبدا حتى هي تحصل على حقها من المدخول ديال هذوك سيارات الاسعاف الخاصه اللي كنهضر عليها، و دير لهم واحد الدفتر ديال التحملات اللي ما احترموش ما ياخذش الترخيص؟ لانه الحاله اللي ولينا كنشوفوها دابا في مستشفى محمد الخامس، فاش غادي نقول لك سيارات مهترئه، سيارات غير مجهزه، تاكسيات لدرجات ولاو دابا حتى من دوك الخطافه ولاو دخلوا تما كاينه كيهزوا الناس. الا سمحتي الاخ عبد السلام، بالنسبه لهاد النقطه ديال سيارات الاسعاف، منذ تولينا المسؤوليه جبت مشروع كناش تحملات للسيارات نقل السيارات الاسعاف، وتلقيت الجواب بالرفض ديال النقطه، لانه هذه من بين الحرب اللي تشدت عليا. حتى لهذه شهر اللي الاخوان في عداله والتنميه جابوا كناش تحملات وتبناوه هما، وقلت ما فيها باس الا كانت حسنه للمدينه ومصلحه المدينه، ما فيها باس يتبنى اي واحد. الانتخابات باقيه بعيده الحمد لله. إذا كاين مشروع. كاين المشروع. غير اللي نوضح الرأي المحلي، سيارة الإسعاف اللي في جديدة راه حتى وحدة ما عطينا حنا الرخصة، إلا واحد الأخت مجازة بتعليمات من السيد الرئيس بسيارة الإسعاف كنضابط لجميع المعايير ديال الإسعاف، يعني سيارة مجهزة بجميع المعدات الطبية. اسمح لي سفتر. علما أنه كاين سيارة الإسعاف لأطباء يستفيدون من الوضع ويشتغلون بدون ترخيص وتيحاربوا اصحاب التراخيص، وهذا هو الوضع. حتى السي عبد السلام باش نعطيك على بدون ترخيص اللي هضرتي، قلتي سياره اسعاف ما عطيناش باش تشوف التراخيص، ما عطيناش. واش انتوما اللي ما عطيتوش الترخيص، ولا المجلس السابق حتى هو واش عارف عندهم ولا ما عندهمش؟ اللي ولا كتهضر على الولايه ديالي؟ اللي في علمي، الولايه ديالي اللي في علمي، ونأكد لك انه في الولايه ديالي تعطى ترخيص واحد ديال سياره الاسعاف مجهزه بجميع الاجهزه، هذه واحد. ثاني شيء، كاينين سيارات الاسعاف كما قلتي اللي وصفتيهم بالتاكسيات، انا غنقول لك راه كيديروا داك الشيء، واستسمح المصطلح واستسمح التعبير، كيديروا داك الشيء ديال الكورتير، كيضربوا فوق راس المريض، وكيبدا الاثمنه كتزايد فوق راس المريض، وسيارات اغلبيتها تنعدم الى الشروط الصحيه، راه يلاه كاين شي سيارات قلال. هذيك السياره اللي قلتي ديال المجازة، حسب اللي لاحظت انا بعدا في المستشفى هناك حصار مضروب عليها، ما كتهزش حتى شي مريض. انا غنحكي لك حتى الثمن باش كتهز، السعر باش كتهز هو ناقص بارابور. غنحكي لك امر السيده المجازة، وإلا كنا نزايدو كان عليا نجيبها حتى هي هنا، وكانت غتعاود لك عليا نجيبها حتى هي دير فيديو، ولكن لا انا حندرت مع العمل لله. السيده مجازة كانت مأونكاجيه في سياره الاسعاف، عندها ديون، تراكمت عليها ديون ورجعت ليها طريطات، كانت تكاد ان تكون سجينه، كانت تكاد انها تعتقل بحكم تراكم الديون عليها، وعلما انه السياره مجهزه باحدث التجهيزات، ونقدر نقول لك احسن سياره اليوم متواجده، ماشي كندير لها الاشاره، هذا الواقع، هذا انا كنقول للجديدين باش يحكموا. كتجي السيده باش توقف حدا مصحه من المصحات في جديده بلا ما نذكر سميتها، كتحارب
وكتهدد، وعلما ان هي صاحبه الترخيص وهم بدون ترخيص. هالفوضى الحقيقيه، هاد التسيب اللي ما خديناش فيه مسؤوليتنا كمجلس، وهذا الشيء قلتو السي بسلام. حتى بالنسبه للديباناج، وهذا كلام اللي غيجرني للديباناجات، الديباناجات جيت دافعت على التسعيره، اليوم كاع جديدين كاع شباب جديده، تتلقى الدري طالب ولا تلميذ تتقيد له مخالفه ب 300 درهم وتيطلب منه مول ديباناج 100 درهم او 200 درهم، او هزيتيه من حدا لوسيون غتحط له موطورو حدا حليمه سعديه غادي يطلب له 100 درهم. هذا الحماق، وعلما انه في القانون شاحنة الجر من اختصاص البلديه، كان عندنا حنا نديرو ديباناج ديالنا وبتسعيره اقل، نديرو للشباب 20 درهم وغيكونوا غنكونوا حسنا المدخول ديال البلديه. والديباناجات اللي تكلمنا فيهم عندنا ما نقولوا فيهم 20 دراجه ناريه اكثر اكثر السي عبد السلام، اكثر من 20 دراجه. شكون اللي كيتقل؟ كيتقلوا الناس ديال الجديده. ملي كنجيو نناقشوا هذا الشيء كنتواجهوا بالرفض، ومني تيخرجوا عندنا جديدين تيقولوا العكس. كبر عند الله مقتا ان تقولوا ما لا تفعلون. سي شاون، كلمة ختامية. أولا كلمة ختامية، أولا في هذه الكلمة الختامية أود أن أتقدم بالشكر لموقعكم هذا، وأن أتقدم بالشكر إلى ساكنة السعادة من هذا المنبر، وأتقدم بالشكر إلى ساكنة مدينة الجديدة، وأود أن أقول شاون مستعد بالتنازل على أي حاجة من أجل هذه المدينة ومصلحة المدينة وغيرتها على هذه المدينة، وراه ما غتزعزعني حتى حاجة، وراه المسؤولية لن تغير في شيء، وراه الكرسي راه ما متزهد فيه. إلا كانت مصلحة المدينة الجديدة ترتئي أنني نمشي بحالي يقولوا لي جديدين صباح ما صباحش، ولكن إلا كانت غتقول لي مجموعة تحكم بمنطق العدد فبيننا وبينهم الله والتاريخ. وشكرا الأخ عسلام مرة أخرى. إذن إلى هنا انتهت الحلقة ديالنا، الحوار ديالنا مع السي محمد شاون، اللي في الحقيقة فاجأني بالتصريحات ديالو اللي كنعتبرها نارية فعلا، وما كنظنش غادا تدوز لي طريفة صراحة. هاد التصريحات هذه اللي غادا تجر الجديدة نيوز أنها تفتح واحد الأبواب أخرى كانت موصدة، وكانت منه غير القول اللي مدنا بالمعلومات ولا اللي قدر تكون عنده الجرأة أنه يجاوبنا كما جاوبنا السي شاون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وشكرا لكم متتبعي وزوار موقع جديدة نيوز.